السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في قناة ميد إن ألجيريا. قبل أن نبدأ أتمنى أن تضغط لايك للفيديو واشترك في القناة ليصلك كل جديد إن شاء الله. المنتخب الوطني الجزائري يضرب موعد لمواجهة الأسود الغير مروضة، وقد سبق والتقى المنتخبين خلال تصفيات نهائية لكأس العالم بقطر 2022 والذي تم فيه إقصاء محاربين الصحراء من الدورة. وكان الحكم الغامبي قاسم باكاري ارتكب أخطاء فادحة ضد أشبال الناخب الوطني الجزائري جمال بالماضي، وذلك لصالح المنتخب الكاميروني الذي وصل إلى اتفاق رفقة الحكم المرتشي بقيمة 100 مليون أورو من أجل إقصاء الجزائر من مونديال قطر والذي يعتبر الأفضل في التاريخ. ويضرب محاربين الصحراء موعدا خلال شهر أوت لمواجهة الأسود غير مروضة في المجموعة ألف رفقة السنغال وتركيا ضمن ألعاب التضامن الإسلامي لكرة القدم.